بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم أبناء الطلبة، طلبة الصف الأول ابتدائي، مادة اللغة العربية، لغتي المنهج السعودي، فصل الدراسي الثاني مع الوحدة الثامنة والأخيرة مناسبات. الوحدة دي برضه هناخدها كلها إن شاء الله في نفس الفيديو. مناسبات في أعياد وفي حاجات هنتعرف عليها مع بعض، إمتى بنتجمع مع بعض ونزور بعض في الأعياد. أول نشيد: أحب العيد، أحب العيد من قلبي وأنعم فيه بالحب وأدعو فيه أحبابي لنسعد فيه بالقرب، ترانا فيه كالطير إذا نهضت مع الفجر، إذا نهضت مع الفجر، ونرجو أن يعود لنا بكل الحب والخير. فعد يا عيد بالبشرى فأنت الفرحة الكبرى، وجمع كل أحبابي لنصنع في غد فجرا. طبعا هنشوف دلوقتي هما مسافرين رايحين يزوروا حد، ونقرأ مع بعض النص. نوره: وشهر رمضان، علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت. طبعا بيبقى فيه رؤية بتتقال قبل إيه، بداية شهر رمضان، ولما عرفوا إن رمضان بكرة علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت. طلبت نورة من أبيها أن تصوم معهم. طبعا الصيام بيكون للإيه، للكبار اللي هما بيتحملوا الصوم ويبتغوا الأجر من عند ربنا، لكن الصغير غير مكلف. لكن نورة كان نفسها تصوم معاه. قال الأب: يا ما تزالين صغيرة يا بنيتي. ردت نورة قائلة: أرجوك يا أبي دعني أحاول، يعني هجرب شوف أنا لسه صغيرة ولا إيه. فقال الأب: حسنا يا بنيتي. استيقظت نورة وتناولت وجبة السحور مع أسرتها، بتبقى قبل الفجر، فبتنام بعد صلاة العشاء وتصحى قبل صلاة الفجر بساعة. وبعد ذهابها إلى المدرسة شعرت بالجوع والعطش. طب وبعدين؟ فاتجهت إلى المقصف واشترت وجبة غذائية وأكلتها. خلاص كده فطر. وبعد عودتها إلى المنزل أخبرت أباها بالأمر: ده أنا تعبت في المدرسة جعت وكلت. فقال لها الأب: في العام القادم ستكبرين إن شاء الله وتصومين معنا، يعني مش مشكلة السنة دي افطري، لكن السنة الجاية إن شاء الله تكوني كبرتي وتقدري تتحملي الصيام. ما شعور الأسرة عندما علمت بدخول رمضان؟ طبعا أول ما عرف الخبر إيه، ففرحت، فرحت. تاني سؤال: ماذا طلبت نورة من أبيها؟ أن تصوم، أرجوك. طلبت نورة من أبيها أن تصوم معهم. بماذا أجاب أبوها: ما زلت صغيرة. كيف خفف الأب من حزن نورة؟ في العام القادم ستكبرين وتصومين معنا. أفكر ماذا سأفعل لو حدث لي ما حدث لنورة، برضو لو أنا جعان هاكل، أنا لسه معي معليش تكليف دلوقتي. أنمي لغتي، أصل الكلمة بالصورة المناسبة. استيقظ أهو لسه من على السرير، أكلها أهو، ألاحظ الصور وأقرأ الجمل. السحور، ده السحور بيض وجبنة وطعمية وزيتون وشيبسي وكده ورمان. أرجوك يا أبي، ده المقصف. فاتجهت إلى المقصف واشترت وجبة غذائية. اقرأ العبارة الآتية، اقرأ العبارة الآتية ثم أرسمها بخطي الجميل مبتدأ من السطر الأخير. استيقظت نورة وتناولت وجبة السحور مع أسرتها.
أرتب الكلمات الآتية لأكون جملة مفيدة، ثم أكتبها. المقصف نورة إلى اتجهت، اتجهت نورة إلى المقصف. أملأ البطاقة الآتية: الاسم ثلاثي، أقول المدرسة بتاعتي اسمها إيه؟ خالد بن الوليد مثلا، أو أي اسم. الصف، أنا في الصف الأول الابتدائي. أكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل: علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت. ألاحظ العبارة الآتية ثم أكتبها في دفتري. إملاء من معلم، إملاء من دور. ردت نورة قائلة: أرجوك يا أبي دعني أحاول. أكتب في دفتري: ما يملي علي معلم. شعرت نورة بالجوع فذهبت إلى المقصف. الدرس الثاني: ضيف جديد. دخلت المعلمة الفصل فرأت التلميذات يتحلقن حول نورة. سألت المعلمة: ما الأمر؟ أجابت نورة: زميلاتي يباركن لي يا أستاذة، فقد أنجبت أمي مولودا. المعلمة: مبارك يا نورة، سأزور أمك وأبارك لها إن شاء الله. وفي نهاية الأسبوع زارت المعلمة أسرة نورة وباركت لها المولود الجديد وقدمت له هدية. كنا عايزين نعرف هو ولد ولا بنت واسمه ايه. ماذا رأت المعلمة عندما دخلت الفصل؟ دخلت المعلمة فرأت التلميذات يتحلقن حول نورة، عاملين دايرة كده حوالين نورة، فدخلت تشوف فيه. بماذا أجابتها نورة؟ زميلاتي يباركن لي يا أستاذة، فقد أنجبت أمي مولودا. وأنت ملك نورة، ما باليها أخ جديد. متى ذهبت المعلمة لزيارة الأسرة في نهاية الأسبوع؟ ماذا قدمت المعلمة للمولود وقدمت له هدية؟ لماذا كانت نورة فرحة؟ كانت هي مثلا وليها أخين، دلوقتي ليها 3. أتخيل أن أمي أنجبت مولودا جديدا وأصف شعوري تلك اللحظة. طبعا يكون شعور سعيد جدا جدا، يكون لي أخ ألعب معاه وأحبه وأساعده ويساعد. أصل الكلمة بالصورة المناسبة: يتحلقنا، عاملين إيه؟ حلقة يعني دايرة. يباركنا، بيقولوا مبروك. يباركنا، أنجبت أهو بيبي أهو. ألاحظ الصور وأقرأ: مولودا، ما الأمر؟ زارت المعلمة أم نورة وباركت لها المولود الجديد. أحول، فرحت نورة فرحة فواز. شرب فواز الماء، شربت نورة الماء. أقرأ العبارة التي: زارت المعلمة أسرة نورة وباركت لها المولود. أكمل الجملة بالجملة المناسبة. يا نورة، يبقى إيه؟ مبروك يا نورة. أحلل الكلمتين الآتيتين ثم أكتبهما: مولود، مو سكون مع اللي قبل، لو ممدود مع المد، دون تنوين.
وارجع اكتبها هنا تاني. ان حركة مع السكون، ج بت السكون مع اللابي، واكتبين. اكتب العبارة الآتية مضبوطة الشكل: دخلت المعلمة الفصل فرأت التلميذات يتحلقن حول نور. ألاحظ العبارة الآتية ثم اكتبها في دفتري: إملاء من معلمي، إملاء منظور. سألت المعلمة التلميذات الصغيرات: ما الأمر؟ أكتب في دفتري: ما يملي علي معلمي. لقد أنجبت أمي مولودا جديدا. الدرس الثالث: الشجرة الحزينة. في يوم العيد السعيد تجمع الأطفال في الحديقة يلعبون، وبينما كانت العصافير تطير فرحة، لاحظ أحد العصافير أن الشجرة تبكي، فقال: لماذا تبكين في يوم العيد؟ قالت الشجرة: جميعكم تلعبون وأنا لا أستطيع الحركة. فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة. نادى العصفور أصدقاءه، وأخذت العصافير تتراقص فوق الشجرة حتى تحركت أغصانها. فرحت الشجرة وقالت: شكرا لك أيها العصفور اللطيف. عصفور حس بحزن الشجرة وحب يساعدها. أين تجمع الأطفال يوم العيد؟ في الحديقة يلعبون. لماذا كانت الشجرة تبكي؟ لأنها لا تستطيع. ليه؟ جميعكم تلعبون وأنا لا أستطيع الحركة. كيف أعادت العصافير السعادة إلى الشجرة؟ نادى العصفور أصدقاءه، وأخذت العصافير تتراقص فوق الشجرة حتى تحركت أغصانها. ما الذي تعبر عنه هذه الحكاية؟ أني أساعد زميلي أو أشارك زميلي في فرحته وفي حزنه. لو كنت أنا الذي شاهدت الشجرة وهي تبكي، ماذا كنت سأفعل لإسعادها؟ سأحرك أغصانها حتى تكون سعيدة. أكمل الجملة بالكلمة المناسبة: يبكون يلعبون. الأطفال يبكون ولا يلعبون في الحديقة؟ لا يلعبون، يبكون بقى لما يروح. تغرد تطير تتراقص، العصافير نقط فوق أغصان الشجرة. العصافير إيه؟ تغرد ولا تطير ولا تتراقص؟ تتراقص. ليه؟ عشان يحركوا الأفرع بتاعة الشجرة فتفرح الشجرة. ألاحظ الجمل وأقرأ: العيد السعيد، العصافير تطير فرحة، شكرا لك أيها العصفور اللطيف. وقف العصفور فوق الغصن، نقط الحمامة فوق الغصن. وقفت، ذوي التاء الفعل وقف، وقفت. ضحكت الشجرة، لكن لو ولد أقول إيه؟ ضحك فواز، أشيل التاء دي، ضحك. نادى العصفور أصدقاءه، نادت بدل الياء دي خليها تاء، نادت نورة صديقاته، صديقاته. أرتب الكلمات الآتية لأكون جملة، جملا مفيدة: العصافير فرحة تطير، تطير العصافير فرحة. أصدقائه، نادى العصفور، نادى العصفور أصدقائه. العصفور اللطيف لك
أيها، شكرا شكرا لك أيها العصفور اللطيف. أقرأ العبارة الآتية ثم أرسمها بخط الجميل مبتدئا من السطر الأخير. شكرا لك أيها العصفور اللطيف. أتحدث، هل ما فعلت العصافير لإسعاد الشجرة الحزينة صحيح؟ نعم. ولماذا؟ لأنها أصبحت سعيدة. أكتب رسالة شكر إلى معلمي معلمتي الذي ساعدني في تعلم القراءة والكتاب. أكتب له، أقول له إيه؟ شكرا شكرا لك يا معلمي، أو جزاك الله خيرا يا معلمتي. فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة. أكتبها. نادى العصفور أصدقاءه وأخذت العصافير تتراقص. أكتب. إملاء. شكرا لك أيها العصفور اللطيف. تقويم التجميع الأخير. أكمل الجدول بكلمات من الجمل الآتية: شكرا لك أيها العصفور اللطيف. فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة. العصفور لطيف. تضعيف، تضعيف ده اللي هو ايه؟ شدة. وهنا تنوين، فتحة أو ضمة أو كسرة. طيب هنا شكرا لك أيها العصفور اللطيف، في برضه هنا ايه؟ شد. فكر العصفور اللطيف، فكر العصفور في طريقه. طب تنوين، شكرا، اعملها بالأحمر. شكرا لك أيها العصفور اللطيف. فكر العصفور في طريقة، تنوين بالكسر، يسعد بها الشجرة. العصفور لطيف، بالضم. أكمل الجدول بكلمات من الجمل الآتي: علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت، استيقظت نوره وتناولت وجبة السحور مع أسرته. ألف ولام قمرية، يبقى اتنطقت. ألف ولام الأسرة. عايز كمان اتنين. السحور دي شمسي، تاء مفتوحة، تاء ففرحت، تاء مربوطة، نورة. طيب ايه تاني؟ وتناولت، دي تاء مفتوحة برضه. استيقظت، دي برضه تاء مفتوحة، آخرها تاء مفتوحة. الأسرة، تاء مربوطة زي نور. وجبة، ايه تاني؟ الألف واللام، مفيش غير دول، الأسرة والسحور. أكتب العبارة الآتية مضبوطة الشكل: قال الأب في العام القادم ستكبرين إن شاء الله وتصومين معا. مبارك يا نورة. تجمع الأطفال في الحديقة. أكتب في دفتري من يملي علي معلمي. زارت المعلمة في نهاية الأسبوع أم نورة. أشوفكم على خير إن شاء الله في السنة القادمة، الصف الثاني الابتدائي الترم الأول. ولو في أحد ليه أي طلب أعمله في الدروس اللي أنا أشرحها بعد كده يقول لي في كومنت. أشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.